انا هقول لك على موقف يا شادي والله، وده اول مره اتكلم عشان الموضوع ده مضايقني جدا. هات ساسي بعد المباراه، الموضوع ده عصبني جدا. راح يسلم على بتوع الترجي، عارف عاش بقى الناس لاحظت الموضوع ده ليه ولا لا؟ انت طبيعي خسران وخارج من بطوله وخسران، وقت سلامات ما تسلم عليهم بعدين. بتكلم بجد والله، هات المشهد ده ممكن بص عليه. تونس الحياه بتبقى فريش شويه، مش بيبقى زي هنا الضغوط اللي عندك. لا 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 هو بيتكلم على الزمالك والاهلي، الموضوع مختلف. الموضوع مختلف تماما. ده طالع بعد المباراه بيسلم على بتوع الترجي وخارج، ما اعرفش تقريبا مع النقاز بيهزر وبيضحك معاه. انا واحد من الناس بيعصبني، ومفيش روح ولا في ولا فرق معاهم، في لعيبه بجد ولا فرق معاها خالص، واللعيبه دي لازم تتاخد موقف معاها. بص انا اقول لك على حاجه، يعني الحمد لله بخبره سنين طويله هقول لك، يعني الخص لك بقى الليله دي في مباريات بتبقى طب بعد الفصل لا هقول لك. طب انت هتخانق معاك زي ابراهيم وانت ينفع استلم واحد ابراهيم جه ملتزم. لا هو كان على فكره اساسي بعد المباراه كان بيسمع لعيبه الترجي وبيضحك عشان بس تكتبه من شفت عدل. اللي انا عايز اقوله بسرعه، ان في مباريات ولا بتحتاج اداره تقعد معاك، ولا بتحتاج مدير فني يتكلم في فنيات، ولا محتاج مدرب، ولا محتاج في مباريات بتحتاج انت لعيبه جوه الملعب، مش محتاجه مباراه هنا عشان ارجع لبطولات افريقيا. طيب انت لو مكان انتوا الاثنين ده بعد الفصل، سؤالي انت لو مكان اللجنه المؤقته او لو انت رئيس نادي الزمالك دلوقتي وتحديدا انت شادي محمد، يعني القرارات اللي انت ممكن تاخدها بعد الفصل منك الاجابه تمام.